دي كانت اخبار الفريق الاول للنادي الاهلي، وبكره ان شاء الله بالمناسبه انطلاق اختبارات الناشئين للنادي الاهلي هتبقى بكره. تبدا الاختبارات في 8:30 صباحا، علما بانه قد تم تحديد الايام الخاصه بكل مرحله سنيه على النحو التالي: ايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 14 و15 و16 يوليو الجاري مواليد 2006 و2007، وان تكون ايام الاربع والخميس والسبت الموافق 17 و18 و20 يوليو الجاري مواليد 2008 2009 2010. ايام الاحد والاثنين والثلاث الموافق 21 22 23 يوليو موعدا لمواليد 2003 2004 2005 على ان يكون يوم الاربعاء والخميس الموافقان 24 25 يوليو موعدا لمواليد 2002. تتم عمليه بيع الاستمارات خلال ايام الاختبارات امام بوابه فرع مدينه نصر بسعر 50 جنيه للاستماره الواحد. انا عارف يعني بسم الله ما شاء الله دائما النادي الاهلي الاختبارات الناشئين والكلام ده حضراتكم عارفين كميه الجهد اللي بيبذل في هذا الموضوع، دائما ما تكون هناك ارقام قياسيه كبيره جدا جدا، الناس كلها بتنظر للنادي الاهلي، الناس كلها عايزه تلعب ولادها في النادي الاهلي، الناس كلها عارفه النظام اللي شغال بيه النادي الاهلي، وبالتالي الكل دايما بيدور على النادي الاهلي، بتبقى ارقام قياسيه كبيره جدا جدا للاعبين، وبتبقى منظمه بشكل مهم جدا وبشكل واضح جدا. الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيقوم بتنظيم هذا الموضوع وبيبقى متواجد بنفسه طوال هذه الفتره.